ما يخالف، ايش تنطيني وش انطي كلمه مخجله. المغانم زين الاتحاد، خليني اكمل كلامي. تفضلي تفضلي. الحزب الديمقراطي الكردستاني لحد الان، اني اسال حضرتك من هاي الشاشه، شنو هي الفيتو على الدكتور برهم احمد صالح؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني لما سقط مرشحيهم واحد تلو الاخرى واحد تلو الاخر، وجهوا البوصله على الدكتور برهم صالح. يعني احنا مو ذنبنا انه المحكمه، احنا نحترم كل قرارات المحكمه الاتحاديه. لما المحكمه الاتحاديه رفضت ترشيح السيد هوشيار زيباري على اسس معينه، ما كان لنا اي ذنب بهذا. يمكن احنا اللي قدمنا الشكوى، بس احنا ما قلنا للمحكمه الاتحاديه انه تقبل او ترفض. المحكمه الاتحاديه جهه مستقله ونزيهه، اكيد قرارها كان قرار مستقل ونزيه، واحنا نحترمه وندعمه مهما كانت قراراته حتى لو كانت ضدنا. الموقف من دكتور برهم صالح بالنسبه موقف البارتي اقصد، مو موقف شخصي. اولا انكسر التوافق الكردي في عام 2018، ثانيا والموقف هذا من عام 2018 موقف البارتي، ثانيا في انتخابات 2021 اتهم دكتور برهم صالح بالمساهمة في سرقة مقعدين، ثالثا بمفاوضات اليكتي والبارتي في هذه الترويكا الحكومية أيضا شق الصف الكردي وأصر على ترشيحه. يعني هذه كلها مواقف الدكتور برهم. لا، مواقف الدكتور برهم صالح، إذا البارتي عنده فعلا فيتو على الدكتور برهم صالح، يعني بعد ما أصبح رئيس الجمهورية زار أقليم كردستان، راح للسيد نيتشيرفان برزاني وبارك له، راح مع وفد لحكومة أقليم كردستان، ما كان عليه أي اعتراض. مع الأسف بوقت يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني محل مناصب كثير من المناصب في أقليم كردستان، وهسه ينافسنا على رئاسة الجمهورية بالعراق. يعني الفيتو على الدكتور برهم صالح مو صحيحة، أنا ما مقتنعة بيها.